السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الملل، وأن الله سبحانه وتعالى قد بين حكمهم، وأن من وفى بالعهد والميثاق فآمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بكل رسول أرسل فإنه على دين صحيح. وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في ثلاث سور، في سورة البقرة هنا وفي سورة المائدة، وذكرهم وذكر معهم أيضا ملتين أخرين في سورة الحج، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. والذين ذكروا في سورة البقرة هم المذكورون في سورة المائدة، وأن الناجي منهم هو من آمن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: إن الذين آمنوا، هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ممن أرسل إليهم، وهو رسالته عامة عليه الصلاة والسلام للناس كافة. والذين هادوا وهم اليهود، وسموا وقيل هادوا إما أنهم من قولهم هدنا إليك أي تبنا إليك، أو نسبة إلى يهوذا وهو أكبر أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام وصدق به فهو من أهل السعادة، لكن بالشرط الذي بعده. ولهذا قال سبحانه: والنصارى، أيضا كذلك النصارى الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام في زمانه، والصابئين، الصابئون اختلف فيهم اختلافا كثيرا، فقيل إنهم قوم من النصارى، وقيل إنهم قوم يعبدون النجوم، وقيل قوم يعبدون الملائكة، وقيل قوم بين اليهودية والنصرانية والمجوسية، وقيل الصابئون هو من خرج عن دين المشركين، وأنهم قوم يقولون لا إله إلا الله، وأنهم على الإسلام العام، ولم يتبعوا رسولا ولا نبيا، وأنهم باقون على فطرتهم. وهذا قول مجاهد، واختاره ابن كثير رحمه الله، لكن هذا بشرط أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان المشركون يقولون لمن آمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صبأ، وقالوا لعمر صبأت؟ قال: ما صبوت بل، أو ما صبأت بل أسلمت. وصبأ بمعنى خرج أو برز أو ظهر وترك، معاني صحيحة لصبأ، والمعنى ترك الدين الذي عليه قومه وتميز منهم وبرز بهذا الذي قال به، ولهذا يقولون صبأ. فهؤلاء قوم من الصابئة، فمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام من هؤلاء فكما قال سبحانه: من آمن بالله، ولهذا قال: من آمن بالله واليوم الآخر، يعني شرط اليهودية والنصرانية وكذلك الصابئون أن يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله
ومن الإيمان بالله الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. قدم الصابئون هنا، وهنا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. وقوله والصابئين جاري على الإعراب لأنه معطوف على اسم إن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، جاءت مرفوعة ففيها فهي جرت على خلاف الإعراب في الظاهر، لأن الظاهر أن تكون معطوفة كما هي معطوفة في سورة البقرة، لكن هذا من أسرار القرآن العظيمة التي يتوقف فيها من ينظر، لأن الله سبحانه قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال والصابئون، لم يقل والصابئين، ثم قال والنصارى، فكأن الصابئين تحتاج أن تنظر في أمرهم. ولهذا أكثر المعربين قالوا هذا ليس من باب عطف المفرد على المفرد، ولهذا لم يأخذ إعرابه، إنما هو من باب عطف الجمل، فعلى هذا يكون قوله والصابئون جملة، فتكون مبتدأ والخبر مقدر، يعني والصابئون كذلك، والصابئون كذلك، يعني أن حكمهم حكم من آمن بالله واليوم الآخر. إذا كانوا آمنوا فحكمهم حكم اليهود والنصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، هم على الإيمان والإسلام حتى يأتي عيسى، فإذا جاء عيسى فلا يثبت الإيمان في حقهم حتى يؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا آمنوا بعيسى فهم سعداء وهم من أهل الإيمان بالله وباليوم الآخر. وكذلك أتباع عيسى لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام شرط صحة إسلامهم شرط صحة دينهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا خلاف ما يلبس به بعض من يضلل ويقول إن الآية تدل على أن هذه أديان، وهذا دين وهذا دين، هذا كله باطل، وإجماع السلف والقرآن ودلالة القرآن على كفر اليهود والنصارى، وأنه لا دين إلا دين الإسلام، وأنه لن يقبل إلا دين الإسلام، هذا محل إجماع، والآيات قاطعة في هذا وكثيرة، ونص على من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لكن هنا قال: من آمن بالله واليوم الآخر، فهم في حال إيمان بموسى عليه الصلاة والسلام، هم من أهل الإيمان. ولذا من كذب برسول فقد كذب بالرسل كلهم، قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح من؟ المرسل، وهو أول رسول، هو أول رسول، ومع ذلك قال: كذبت قوم نوح المرسل. لما كذبوا نوحا كذبوا المرسلين كلهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيجب الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذا لما ذكرهم في سورة الحج لم يذكر مثل هذا، بل ذكر الأديان الستة خمسة للشيطان ودين واحد للرحمن. قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد، محيط بأعمالهم، شهيد عليهم، يفصل بينهم يوم القيامة. فلا دعوة في ذلك المقام، بل الدين هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فكل من بلغته شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه الإيمان بالإجماع. قال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولهذا قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذا شرط الإيمان، وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من جاء بهذا الشرط فلا خوف عليهم مما يستقبلون، ولا يحزنون ولا حزن عليهم مما فات. فإذا انتفى الخوف والحزن حصل الخير كله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن التام والاهتداء التام مع الإيمان التام. الأمن التام الذي آمن ولم يلبس إيمانه بظلم، إن لم يلبسه بأي ظلم، لا ظلم أكبر ولا ظلم أصغر، جاء بأمن تام واهتداء تام. ومن جاء بالظلم الأكبر فقد انتفى عنه أصل الأمن، فقد انتفى عنه الأمن والاهتداء. هذا حبسه القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. ومن جاء مخلطا فهو على خطر، له من الأمن والاهتداء بحسب ما معه، لكن ما دام أن معه أصل الإيمان وأصل الاهتداء فمآله إلى النجاة، مآله إلى السلامة. ما دام أنه جاء بأصل النجاة وأصل السلامة فلذا مآله إلى الجنة، لكن هو على خطر، في خطر المشيئة، إن شاء عذب سبحانه وتعالى، وإن شاء غفر له، وإن شاء دخل النار وعذب ما شاء الله ثم خرج، لأنه ليس من أهل النار الذين هم أهلها، إنما ممن عصى فهو في خطر المشيئة. فليحذر العبد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أبو بكر رضي الله عنه: أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم؟ قال: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك مما يكفر عنه به، حتى الشوكة يشاكها. العبد المسلم على خير حين يقع في شيء من الظلم، ظلمه لنفسه بمعصية انتهكها، بشيء من الأمور الواجبة فرط في ذلك، لكن معه أصل الدين وأصل الإيمان، إذا أصيب بمصائب، إذا أصيب ببلايا فهو على خير. ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ المؤمن والحمد لله في كل شيء يكفر عنه، حتى لو أنك مثلا أدخلت يدك في جيبك فقدت الجوال حق جوالك، وأنت عندك اتصالات مهمة، فزعت، جالس تنظر أين هو، أين سقط، هذا الفزع مكفر لك. الله أكبر. دخلت يدك في جيبك تبحث عن مفاتيح أو ذلك، سقطت منك، أو بطاقات أو نحو ذلك، حست بفزع، هذا أيضا مما يكفر به عنك. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: حتى البضاعة يفقدها.
البضاعة، الشيء الذي يكون في يده يفقده لسان، ربما يحصل هذا كثيرا. وهذه حين يحتسب العبد ويستحضرها يكون أجره أعظم، لكن لا يشترط استحضار النية في المصائب هذه، إنما استحضار العام هذا أمر المؤمن يستحضره استحضارا عاما مما يبتلى به من المصائب والبلايا الصغيرة والكبيرة، فيؤجر في كل شيء، حتى الشوكة يشاكها، الشوكة يشاكها، العثرة يعثرها، السقطة يسقطها، المؤمن يؤجر على كل شيء. الله أكبر، من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا يأسى ولا يتأسى على مثل هذا، المصائب الصغيرة الكبيرة كل شيء مكتوب ولله الحمد. هذه المصائب لا حيلة للعبد فيها ولا في ردها، لكن لا تسأل الله البلاء، سأل الله العافية، سأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا لقيتم اصبروا. كذلك المصائب لا تتمناها، البلايا لا تتمناها، تمنيها اعتداد بالنفس وترهي. وكم من إنسان يقول أنا أنا، ثم إذا نزلت فإذا هو ليس بشيء، لكن حين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك العفو والعافية، يسأل الله العافية، يسأل الله السلامة، فإذا نزلت عند ذلك يتلقاها بنفس طيبة مطمئن. نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، منه وكرمه، آمين. وصلى الله على نبينا محمد. نعم.